هناك مسألة متصلة بمنهج السلف الصالح في الدعوة والعلم، وهي العناية باللغة العربية. القرآن إنما أنزل بلسان عربي مبين، فكيف نفقه القرآن؟ نفقه أخباره، نفقه أوامره، نواهيه، حدوده، وعده ووعيده. كيف نفقه ما قص الله علينا فيه؟ كيف تحرك به القلوب؟ إنما هو باللغة العربية. ولذلك كان السلف الصالح إذا دعوا إلى الله في أي من البلاد التي فتحوها بالعلم والقرآن قبل السيف والسنان، فإن أول ما يعلمون الناس اللغة العربية. لذلك انتشرت اللغة العربية وفقه اللغة العربية، حتى كان من أبناء الأمم الأخرى من أصل لنا قواعد اللغة العربية، وذلك لعنايتهم بها واشتداد اهتمامهم بها. ولهذا تجد اليوم الصالحين من أهل العلم في مشارق الأرض ومغاربها يحرصون على تعليم الناس هذه اللغة العربية. لماذا؟ ليس لأنها لغة العرق العربي والجنس العربي، لا، لأنها لغة الإسلام ولغة القرآن ولغة الفقه عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العناية بتعليم اللغة العربية هذه من سمات السلف الصالح في منهاج دعوتهم. لا يدعون بلغات الأقوام ويتركون الناس لا يفقهون. يقول تعالوا أنتم، يعلمونهم أشياء من الإسلام ويقول ادعوا إليها بلغاتكم ويتركونهم. إنما يعلمونهم باللغة العربية قدر الإمكان. ولا يمكن أن يكون داعية بصيرا في دعوته لا يعلم اللغة العربية. وهذا مما يؤكد أن يعتني الدعاة اليوم في المراكز الإسلامية وفي المؤسسات والجمعيات في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتنوا في العلم والعمل باللغة العربية، فإنه لا قوة للإسلام إلا بقوة أهل العلم وأهل الدعوة، ولا قوة لأهل العلم ولا لأهل الدعوة إلا بقوتهم في اللغة العربية. فإذا أصبنا في اللغة العربية فهما واستنباطا أو نطقا وتحدثا فإننا سنصاب في فهمنا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.